بعد ما أكملنا بياناتنا في التسجيل في موقع كلينيكال ترايل بيردوا علينا خلال من 6 لـ 8 ساعات في أوقات العمل الرسمية عندهم، اللي هي من يوم الاثنين لحد يوم الجمعة. لو احنا اشتركنا مثلا في آخر يوم الجمعة أو في يوم السبت والحد، هنستنى لحد يوم الاثنين على بال ما يتم مراجعة البيانات. وبعد كده بيبعت لنا الرد على الإيميل اللي احنا بعتنا عليه، بيبعت لنا 3 حاجات: الأورجانيزيشن اللي احنا بعتنا بيها، واليوزر اللي هو بيختاره اختصار لاسمك، وباسورد، بيبعت لك باسورد مؤقتة لما بتدخل الموقع، بعد كده ممكن تغيرها. بعد كده عشان نعمل لوجن في الموقع، نعمل تسجيل دخول، بندوس على الرابط اللي هو الدهولي، وبتجيلنا صفحة بيقول لي دخل الاورجانيزيشن واليوزر والباسورد اللي هم اداهم لك في الايميل. بعد كده بندخل البيانات دي وندوس لوجن. ممكن انا من اكونتس دي اغير الباسورد، بدل الباسورد اللي هو مديها لي مش هقدر افتكرها، ممكن بدخل الباسورد اللي هو بعتها لي في الايميل، وبختار باسورد انا بكون متعود عليها، فاميليال معاها. بكتب الباسورد مرتين بالشروط اللي هو حاططها لي في اعلاه، بختار تشينج باسورد. كده خلاص انا غيرت الباسورد بتاعتي. بعد كده هبتدي مثلا ادخل ريكورد. لو انا معايا ريكورد قبل كده هيديني العنوان والبروتوكول اي دي، وايه الاخبار وصلت لحد فين، كملت. لو عايز اسجل نيو ريكورد بختار نيو ريكورد وادخل بياناتي بعد كده بالكامل، وهو بيديني توصيات في البداية، وبعد كده بيطلب مني الاورجانيزيشن يونيك بروتوكول اي دي، ده تعريف بالبروتوكول بتاعي. وليكن مثلا انا هشتغل على الرنين الطيفي ام ار سبكتروسكوبي في اورام المخ، فانا هكتب ام ار اس امبرين تيومرز، دايما مختصر ما مش عنوان. بعد كده بختار بريف تايتل، وبعد كده بقول له الاستادي بتاعتي دي انترفنشنال، فيها تداخل، فيها شغل مني، او هي اوبزرفيشنال مجرد ملاحظه. والاوبزرفيشنال دي ما كانش كلينيكال ترايل لحد فتره قريبه بيعتمدها، كان كل شغله على الانترفنشن. ما هو الانترفنشن هو الكلينيكال ترايل، اما الاوبزرفيشن فدي تم ادخالها حديثا. بدخل البيانات وبعد كده بختار كونتينيو. في الخطوه اللي بعدها هو بيطلب مني عنوان اوفيشيال، العنوان الرسمي اللي انا دخلته في الرساله بعد ما نملى البيانات دي. بعد كده هبتدي اكمل باقي الخطوات. هو بيقول عندك 11 خطوه عشان تنهي تسجيل البروتوكول بتاعك. اول حاجه تعريف بالدراسه بتاعتك، الحاله بتاعتها ايه، شغال بتدخل عيانين ولا خلصت ولا ايه، سبونسر الجهه الداعمه بتاعتك، الاوفرسايت المراقبه يعني اللي هي لجنة الأخلاقيات وكده، description وصف الدراسة بتاعتك، condition شروط study design تصميم الدراسة بتاعتك، هل هي observational ولا interventional، وبعد كده هيدخل معاك في التفاصيل cohort ولا case control ولا وهكذا. ال interventional لو انت دراستك intervention، ده حاجة يعني خاصة بال intervention بس، بتقول له ال arms بتوعك ومجموعات الدراسة. الـ eligibility criteria اللي هي الـ inclusion والـ exclusion criteria، عوامل الشمول والاستبعاد، الـ context والـ location، مين هو المسؤول عن الدراسة دي، اللي لو في حد عايز يشترك معاك هيتواصل معاك، references المراجع بتاعتك. دوس اوكي، بيروح يعيد عليك الخطوة الأولى تاني، يقول لك اكتب لي العنوان بشيء زي ما انت دخلته في الكلية عندك. تمام، بدخل الاوفيشال تايتل وبدوس كونتينيو. خلصنا الخطوه الاولى، بندخل على الخطوه الثانيه اللي هي الاستادي ستاتس، اللي هي بيان حاله الدراسه. الفيريفيكيشن ديت اللي هو الديت اللي انا بدخل بيه دلوقتي، فانا هسيبه زي ما هو. الاوفر اول ريكروتمنت ستاتس، انت ابتديت تدخل حالات من امتى، فانا هو بيكتب لي تحتها قبل ما تختار الدراسه بتاعتك معلقه او انهيت. شوف الاوفر اول ريكروتمنت ستاتس ديفينيشن، هو بيعرف لي كل ستاتس. لو انت مش ما دخلتش حالات، لو انت دخلت بناء على دعوه معينه بتوجهها للناس اللي هيدخلوا معاك، او دراستك
الدراسة انهيت يعني completed suspended ممكن تكمل، هي وقفت مؤقتا terminated لا انهيت بسبب مشكلة withdrawn اتسحبت، يعني لجنة الأخلاقيات رفضتها أو الفند وقف سحبنا الدراسة، فخلاص أنا هختار ال recruitment status إن أنا لسه ما دخلتش حاجة. تمام، بعد كده بتدخل تواريخ امتى هتبدأ، امتى هتخلص مبدئيا، امتى هتخلص نهائيا. فانا مثلا هو بيقول لي عندي حالتين، ان انا anticipated يعني متوقع بخطط لسه ان انا هدخل، او actual انا بالفعل دخلت. لو انا actual مش لازم اليوم ادخله، لكن انا هختار مثلا هدخل من اول شهر 9. سنة 2017 والدراسة بتاعتي anticipated. ال anticipated وال actual هي بتفرق طبعا، ال anticipated أحسن، ال actual ده فيه مشكلة إن أنت ابتديت شغل قبل ما تاخد approval من clinical trial، فممكن بعد كده تعمل لك مشكلة في ال acceptance في ال journals لما تنشر بعد كده. متوقع إن أنت هتخلص دراستك مثلا خلال سنة، فهتقول سبتمبر مثلا 2018 هكون خلصت. تمام، وانا دراستي انتسبيتد، ممكن بعدها بشهر هكون انا خلصت فنشت كل حاجه لو كان في بعض الداتا لسه ما اخدتهاش، هكون اخدتها وبكده اكون خلصت الخطوه بتاعه الستار ستيتس. الخطوه اللي بعد كده رقم 3 ان انت بتدخل الجهه المانحه او الداعمه للبحث بتاعك، وبيقول لك أسيوط يونيفرستي دي ما هيش ادمنستريتور، ما هيش، فاما ان انت تدخل البرنسبل انفستيجيتور تختار اسمك من هنا او السبونسر انفستيجيتور. فانت لو حبيت تختار البرنسبل انفستيجيتور هتدور على الاسم بتاعك من ضمن الاسماء دي والاوفيشال تايتل بتاعك سواء كان دكتور او خلافه، او ان انت تسيبها يعني من غير حاجه وبعد كده بتدوس كونتينيو. الخطوة اللي بعدها الاوفر سايت، المراقبة سواء كانت الـ FDA هتعمل عليك مراقبة او لجنة الاخلاقيات الخاصة بالانستيتيوت بتاعتك هي اللي هتعمل عليك مراقبة. ف لو انت بتشتغل مع دراج، تستخدم دراج بتاع واخد ابروفل من الـ FDA ولا لا، او ديفايس مرخص من الـ FDA، او شغال في دراسات بتعملها الـ FDA نفسها، فانا هختار كل دول نو. بعد كده الـ Human Subject Protection Review، هيئة حماية حقوق الأشخاص البحث، فأنت بتختار أنت دخلت رسالتك ولسه ما ردوش عليك، يعني دخلت لجنة الأخلاقيات ما ردوش، أو دخلت ووافقوا. ففي حالة إن هم وافقوا هتكتب النمبر اللي هو مكون من 6 أرقام والبورد نيم زي ما هيكون في ملف الوورد المرفق بالكلام ده. ممكن عادي نعمل كونتينيو بعد كده مفيش مشكلة. خطوة رقم 5 ان احنا هندخل بريف سامري وديتيل ديسكريبشن، يعني تقابل الانترودكشن بتاع الرسالة بتاعتك. البريف سامري هتكتب الايم اوف ذا ورك بتاعك. تمام، بعد ما هتملى الخانتين دول هتكمل كونتينيو مفيش مشكلة. بعد كده في حاجة اسمها المش، المش دي موجودة فين؟ موجودة في National Institute of Health وفي الباب ميد وفي خلافه، اللي هي اختصارت ايه؟ Medical Subject Heading. Medical اختصارت ME، Subject Heading يعني عناوين الموضوعات الطبية اللي انت هتختارها. فانا مثلا لو كتبت مثلا MR Spectroscopy مثلا و Brain Neoplasm مثلا، هو مش بيتعامل مع مثلا برين نيوبلازم مثلا. بعد كده لو عايز تضيف كيورد هتضيف، بعد كده بنختار كونتينيو. الخطوة اللي بعدها هو عارف ان انا شغال اوبزرفيشنال عشان انا اخترتها من الاول، فبيقول لي شوف الاوبزرفيشنال ستادي بتاعتك الموديل بتاعها ايه، هي كيس كنترول ولا كوهورت ولا، فانت احنا فاهمين المفروض الكوهورت ده دراسة بروسبكتيف، الكيس كنترول دي دراسة ريتروسبكتيف، انا خلاص خلصت او يعني عندي العيانين وهراجع الريسك فاكتور اللي تعرضوا لها الكوهرت، لا انا ده هبدا معاهم واشوف الريسك فاكتور اثر عليهم ولا لا.
لو انا شغال مثلا كيس اونلي زي الكيس سيرس مثلا، فانا هختار انا شغال كوهورت في التايم بريفالنس، انا شغال بروسبكتيف لان في من الكوهورت ريتروسبكتيف كوهورت. الباي سبيسمن ريتنشن، هل انت في شغل ليه علاقه بالدي ان ايه او لا؟ هتدخل كم مريض، وليكن مثلا هدخل 100، ودخلت بالفعل ولا لسه هتدخل؟ فهقول له انا لسه انتسيبيتد. نمبر اوف كوهورت، عدد المجموعات بتاعتك الجروبس يعني، وليكن مثلا واحد لو انا شغال على مجموعه واحده، لكن لو هما مجموعتين ليهم كريتيريا مختلفه وانا هكمل برضو بروسبكتيف معاهم، بختار 2، بختار بعد كده كونتينيو. لو انا كان عندي جروبس هحتاج الخطوه دي، لكن لو انا مش عندي جروبس خلاص، انا الجروبس هميزهم، والجروب الاولى دي احنا مثلا عملنا لها كذا او شفنا فيها كذا، والجروب الثانيه شفنا فيها كذا، اختار كونتينيو. بعد كده الانترفينشن او الاكسبوجر بتاعك، انا بختار ايه الانترفينشن تايب اللي انا دخلته على العيانين. انا كان مثلا ديفايس، انترفينشن نيم، هدخل اسم مثلا لو في انترفينشن تاني. الحاجات اللي هي واخده نجمه لونها احمر دي لازم ادخلها. الانترفينشن ديسكريبشن هدخله. عموما لو في خطوه انت مش عارفها بالظبط، هو هيبعت لك في الملاحظات اللي بعد كده لو كانت الحاجه اللي انت نسيتها دي essential، فانا هكمل continue. بس هو هيعديها لي، لكن المفروض تكمل لان عليها. نروح للخطوه اللي بعد كده اللي هي اهم خطوه تقريبا، الاوتكم، القياسات بتاعتك، القياسات الاساسيه والقياسات السنويه، وهتقيسها توصفها وهتقيسها خلال قد ايه. دي اهم خطوه تقريبا في الموضوع، واللي بيحصل بسببها ريجكشن للبروتوكولز او تعديلات في البروتوكولز. فهنكتب الاوتكم اللي احنا that we will measure، العنوان بتاعه والوصف والتايم فريم. لو عندك secondary outcome measures هندخلها. بدخل البيانات، لو كان عندي secondary outcome بكتبه، لو ما كانش ممكن اضيفه بعد كده، واختار continue. لو في اي مشكلة ممكن استعين انا بدراسة تانية، دراسة لحد تاني، وشوف هما بيكتبوا الايتم دي ازاي، واحاول اشبههم يعني. مثلا في الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا عاده ما بيكتبوا يعني كلام قوي جدا، فتراجع انت الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا اللي انت كتبتها. هل دراستك يعني بتاخد كل الميل والفيميل، ولا بتاخد فئه معينه لو انت شغال نسا مثلا؟ الايج ليميت، هل في ليميت؟ والليميت ده بايه؟ بالسنين. مثلا هقول له من 18 إلى 75 سنة. هكتب هنا الـ inclusion والـ exclusion criteria، وبعد كده هوصف الـ population بتاعتي. sampling method، هل هي عشوائي يعني في احتمال إن كل الـ population تدخل أو لأ؟ فأنا هختار non probability وأكمل. وهرجع أعمل البيانات اللي فاتتني. الكونتاكت هكتب بياناتي، هعمل edit، هكتب بياناتي أنا باعتبار السنترال بيرسون. بعد كده هدخل بيانات الناس اللي معايا المشرفين، بعد كده بختار save. بعد كده لو أنت عايز تشارك الـ individual participant data، بياناتك، بيانات المشاركين للـ other researchers ولا لأ، دي خطوة مش essential، وبالتالي هو مش هيطلعلك عليها علامة. بتختار بعد كده continue. الريفرنسز انت بتحطها هنا، ممكن بتحط citation او بتحط link. فاحنا بنروح على موقع باب ميد، هما الاتنين مرتبطين ببعض يعني، تابعين لنفس الهيئة. فانا مثلا لو كنت اخدت الريفرنس ده بختار ال ID بتاعه في الباب ميد، باب ميد ID، وبختار الرقم ده اخده كوبي بيست واحطه add citation.
واحط الباب ميت واقول له ابحث عنه لوك اب هيجيبه لي. ممكن اختار ريفرنس تاني وادخله. لو كنا ملاحظين ان احنا في الجزء الاولاني ما حطيناش الانترودكشن اللي احنا بنحطها، مش بنحط معاها ارقام ريفرنسز، يعني مش شرط يكون اول فقره هو ده الريفرنس بتاعها، لا ما لهاش علاقه. احنا ما بنكتبش هناك ريفرنسز في الديسكريبشن اللي احنا عملناها، بنختار كونتينيو بعد كده. فبيقول لي انت خلصت، خلاص ادخل البيانات، لو في اي اخطاء هنبعتها لك وهكذا. ولو عايز تطلع بتختار الريكورد السمري زي ما هنشوف. فهو هنا الاخطاء بيديها لي باللون الاحمر، انت ما دخلتش الريسبونسبيلتي بارت بتاعك اسمها ايه، هنكتبها في الملف الوورد المرفق. بعد كده في الستادي ديسكريبشن انت لسه ما دخلناش، هندخل دلوقتي. بعد كده الانترفينشن ديسكريبشن برضو ما كملناهوش. الستادي بوبوليشن ديسكريبشن ما وصفناهاش. بيقول لك على المشاكل اللي عندك، فانت اي مشكله بتختار اديت، من اديت بامكانك ان تتعدل الكلام اللي انت كملته. بعد كده بتختار سيف. لو خلصت كل الملاحظات اللي هو اداها لك، الملاحظات المبدئيه دي، بتختار ريكورد سمري. هو اول خطوه بعد ما انت بتعمل الملاحظات بتاعته ان هو بيفتح لك الانتري كومبليت، مش هيسمح لك ان انت تدخل رساله من غير انكلوجن واكسكلوجن وغير. فبعد ما بتخلص دي بتختار انتري كومبليت، الادخال كامل، بتبقى اكتيف علامه الانتري كومبليت. بعد كده بيدي لك ملاحظات تاني برضو، فانت بتصلحها وبتدي له ابروفد، بيدي لك برضو تعديلات تانية. بعد كده بتختار ريليز بعدها، بعد ما بتصلح الملاحظات دي. بعد كده الرسالة بتروح عندهم في البروتوكول ريجستريشن سيستم، بروتوكول اند ريزلت سيستم، الهيئة المراجعة، وبياخدوا هم يومين ثلاثة ويكونوا ردوا عليك ويقول لك خلاص احنا نشرناها على البابليك او لسه فيها ملاحظات. فبالتالي ايه، فبالتالي هتصلح الملاحظات عشان ننشرها لك على البابليك. وفي الغالب اغلب المشاكل اللي بتكون معانا بتكون في الاوتكم، مش شرط ان انت في الاخر هتنشر ريزلت من البيبر بتاعتك. تلت البروتوكولز المسجله على كلينيكال ترايل فقط هي اللي بينشر ريزلت منها. احيانا بيكون متطلبات العمل او الجهه اللي احنا بنسجل فيها بتشترط ان احنا نكون واخدين ابروفال من بروتوكول ريجستري ويب سايت. عموما لو احنا دخلنا بعد كده وحبينا نكمل، كل حاجه بتكون محفوظه، مفيش، كل خطوه انت عملتها هي محفوظه. عايز تدخل على الريكورد اللي انت شغال عليه وتعدل فيه لاحقا في اي وقت تحبه، هتختار اوبن وتعدل البيانات. وبعد كده يوم ما هي بتبقى متاحة للبابليك هو بيبعت لك رسالة تقريبا ملخص للكلينيكال ترايل. إن شاء الله تكون المحاضرة مفيدة.